يعني من الزملاء الإعلاميين الذين حضروا أيضا هذه المناسبة، الزميل الإعلامي الأستاذ عبد الله زهير وهو متواجد في العلا. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء النور عليك دكتور سليمان وعلى الجميع، ولو سبقتوني لكن لن نقول لكم مساء الخير، فما رأيناه هذه الليلة هو صبح البشارات وترجمان النهضة ونفح عبيرة الحضارات التي رسمها سمو ولي العهد في مكمن مرآة التاريخ وعبق الأرض. هذه الليلة كانت انطلاقة حقيقية لإحدى روافد المملكة في رؤيتها 2030، ومن موطن التاريخ نقول لكم أشرقت الأرض بغيث المستقبل وصباحكم اعتزاز وافتخار بموطن وقيادة وشعب عظيم وجبار. فأهلا يا سمو ولي العهد، وسهلا بتاريخ يستهل عظمة وأنفة. عبد الله، وأنت بأدبياتك المعروفة في كتاباتك وأيضا نقولاتك، الأخ نائب قبل شوي تحدث الحقيقة بالأرقام، أنا أريد الحقيقة أن تنقل المشاهد معي الآن إلى ما تابعتموه على المسرح، وما يعني يعني تعطينا تكامل الرؤية في العلا، رؤية العلا مع رؤية 2030 التكاملية فيها، وحرص سيدي ولي العهد على التنمية المحلية في تلك المنطقة. تفضلوا. نعم، في رؤية العلا ضمن سلسلة رؤية المملكة 2030 ومكملة لنمو وازدهار المشاريع التنموية الحضرية التي ستنقل محافظة العلا إلى مصاف المدن العالمية مستقبلا بحضارتها وتاريخها الغزير. تمثل رؤية العلا خارطة طريق لوضع المحافظة بتاريخها وتراثها وعلاقتها ومجتمعها المحلي ضمن أولويات التطوير الذي من أجله تم إنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العلا بهدف تحويلها إلى وجهة عالمية للتراث. والاهتمام من خلال تشريف سمو سيدي ولي العهد حسب تدشين رؤية العلا ومشاريع المستقبلية يأتي من منطلق حرصهم على تنمية المجتمعات المحلية في مناطق السعودية بشكل عام والمجتمع المحلي في محافظة العلا على النحو الخاص، وإظهار التراث الطبيعي والثقافي الإنساني لهذه المحافظة. وعبر تصدر رسم رؤية العلا في وسائل التواصل الاجتماعي شاهدنا الهوية الوطنية للشعب السعودي المحب لدولته وقيادته، ويأتي ذلك تأكيدا لما تفضل به سمو ولي العهد حينما عبر قائلا حفظه الله: يقف خلفي شعب جبار يرسم أهدافه ويحققها بسهولة. ومن هنا انطلقنا نحو تحقيق رؤيتهم لتطوير العلا كوجهة للتراث العالمي الذي يتمحور حول حفظ التراث والطبيعة بالشراكة مع المجتمع المحلي. نعم، انقلني عبد الله إلى أثر المشاريع إن شاء الله المستقبلية على إثراء السياحة وجلب السائح الداخلي والخارجي إلى هذه المناطق البكر. الحقيقة عندما تنظر العلا تنظر إلى المرتفعات، الجبال تحتها النخيل، تحتها الوديان، تحتها الطبقة الجميلة من الرمال الذهبية، تجد أيضا الأخاديد الكبيرة التي رأيناها، ومنطقة الحقيقة متنوعة التضاريس. تفضل. بالطبع مشاريع رؤية العلا مردود اقتصادي هام على المحافظة، وتترافق معها برامج توظيف واسعة وإشراك المجتمع المحلي ضمنها عن طريق تفعيل برامج الابتعاث ذات العلاقة بصون التراث واستكشافه، ويظهر ذلك أيضا في الكم وكيفية الشخصيات التي حضرت حفل التدشين هذه الليلة، فهم نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى شخصيات فنية وثقافية عالمية وخبراء عالميين في التراث والطبيعة. والمتابع لسير المشاريع الجديدة للهيئة الملكية لمحافظة العلا سيكون لديه إيمان داخليا بازدهار واقتصاد دائم للمحافظة وللمنطقة عموما. رسالتك إلى شعب المملكة العربية السعودية بعد إطلاق مثل هذه المشاريع على بساط العلا ومحافظة العلا وجماليات ونخيل العلا، أنتم يعني مع سيدي ولي العهد اليوم ترسلون رسالة للمجتمع تطمئنونه أن مستقبل السياحة بإذن الله متقدم، مستقبل أيضا الحضارة، مستقبل الوجود الإنساني في هذه المناطق سيكون إن شاء الله مستبشرا داعيا الآخرين لزيارتها. من خلال تلك الرؤية وتلك المشاريع الجديدة التي تلبي احتياجات المحافظة وتزيد فعاليتها كوجهة عالمية، وأهم مشروعين تم تدشينهم هذه الليلة محمية شرعان الطبيعية، والتي من بين أهدافها إنشاء صندوق عالمي للفهد العربي للمحافظة عليه من خطر الانقراض، ومنتجع شرعان وهو منتجع عالي الفخامة وسيكون ذا مردود اقتصادي كبير على المحافظة، ويضم ذلك المنتجع أجنحة فندقية وموقع يضم مساحات مبتكرة ومجهزة
بأحدث الوسائل والخدمات التقنية لعقد لقاءات قمة وقيادي الأعمال والرؤساء التنفيذيين والفنانين وغيرهم، حيث سيتم تجهيز بأحدث الوسائل والخدمات التقنية ليستقبل ويستضيف لقاءات واجتماعات قمة على مستوى المنطقة والعالم. وأختم حديثي بقولي: وطن يسمو فخرا بقيادته واعتزازا بأبنائه وفخرا بأرضه وموطنه. الإعلامي عبد الله زهير، الإعلامي معروف ومن محافظة علا، تحدثنا وإياه سويا في ليلة من ليالي العلا الجميلة. شكرا جزيلا، نلتقي على خير عبد الله.